جاءت كتب الفقه أن الحنفية قالوا الوتر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، والمذاهب الأخرى قالت إنه سنة، فهل معنى ذلك أن السنة تلغي الفرض وأن من لم يوتر ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال أبو حنيفة بوجوب الوتر وقال غيره بأنه سنة، ليس معنى هذا أن السنة تلغي الفرض، وإنما المعنى أن الوتر مطلوب في كل المذاهب، إلا أن درجة الطلب عند أبي حنيفة أقوى مما عند غيره من فقهاء المذهب، على معنى أن التقصير في أدائه عند أبي حنيفة موجب للمسؤولية أمام الله، معتمدا على الحديث المذكور. أما عند غيره فإن الوتر ليس بالدرجة في الطلب، بحيث يكون التقصير فيه مفضيا للمسؤولية كالفرض، بل هو مطلوب طلبا مؤكدا لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من الفروض المحتمة، فليس بعد الصلوات الخمس المعروفة صلاة مفروضة كل يوم، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، من أقواها قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما افترضه الله عليه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال هل على غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، رواه مسلم. وقد حمل الحديث فمن لم يوتر فليس مني على الترغيب الشديد في الإتيان به، وأن من قصر فيه لا يكون من عداد المسلمين الكاملين، فهو مسلم وليس بكافر، وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أتباع غيره، وذلك على نحو ما قالوا في حديث لا صلاة لجال مسجد لا في المسجد، على معنى لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، وليس المعنى أن صلاته باطلة إذا صلاها في بيته، فإن الأرض كلها مسجد كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ولا شك أن الصلاة في المسجد أكمل فيها من صلاة الجماعة وكثرة الثواب بالخطى إلى المسجد وبانتظار الصلاة وبدعاء الملائكة، وهذا الحديث رواه الدارقطني بسند ضعيف. أما حديث فمن لم يوتر فليس منا فقد رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده راو ضعفه النسائي، وقال البخاري عنده مناكير ووثقه بعضهم، والله أعلم.